طيب في المحاضرة هذه إن شاء الله بدنا نحكي على الـ Neural Machine Translation Decoding. إحنا حكينا عن الـ Decoding قبل هيك، ولكن في الـ Statistical، تمام؟ لأنه يكون في عندي أكثر من Translation وبدي أختار الـ Best Translation. يبقى هنا القصة في الموضوع في الـ Decoding إنه أنا في عندي several translations وبدي أوجد إنه الـ Best Translation. يبقى هنا إنه find best translation. تمام، يبقى given a trained model. خلاص خلصنا التريننج. We want to find we want to translate a test sentence. We التست سنتنس هذه لما بدنا نوجدها هو فعليا هي عبارة عن computation graph، تمام؟ فبدنا نمشي في الخطوات فيها، هنشوف هذا الأمر كيف يعني. طيب الـ word prediction طبعا يعني هذا بس مجرد تذكير في الـ architecture، إنه في عندي هنا RNN، تمام؟ بغض النظر على الـ architecture، وفي أنا عندي هنا الـ output word، هذه الطبقة، هذا هو الـ prediction تبعي بهذا الشكل. يعني على سبيل المثال given انه input context، تمام، بده يكون انا عندي الاوتبوت وورد على حسب الفوكابلري سايز. انا عندي الفوكابلري مثلا انه هذا ماشين ترانسليشن ل 5000 كلمه 10000 كلمه، فبالتالي هنا في الاوتبوت هنا حيكون في عندي 10000 نود. النود هذه اللي زي ما انتم شايفين كل كلمه بتكون لها نود. النود اللي بتكون انه باللون الغامق معنى ذلك انه هي يعني تعتبر من ال يعني من البيست ترانسليشن. يبقى في انا عندي ذا، هذه لونها غامق، ذس، ديس نوعا ما، تمام. فالاوتبوت هذا اللي هو الـ يعني الاوتبوت هذا يعني على سبيل المثال لنفترض انه هو ذا، ممكن انا اخذ الامبيدنج لإله، ممكن اطبق الامبيدنج. عشان هيك انا في عندي طبقة امبيدنج في الاخر، وعندي برضه طبقة embedding ممكن نحطها في الأول هنا، تمام. فال output هذا، هاي ال embedding تبعه، ممكن أنا أحط له زي هيك، يعني إنه أنا بعمل embedding vector لكل واحد من هذول الكلمات. إنه أنا عندي هنا إنه يعني خليني أوضح لكم إياها هنا. يعني على سبيل المثال إنه إيش بدي أسوي هنا؟ أول حاجة يعني خلينا نمشي بالخطوات خطوة خطوة، لأنه هو حكى في الأول إيش بدي أعمل. بدي أعمل إنه select لوورد، يبقى ستيب رقم واحد أعمل اختيار لكلمات، ورقم اثنين بدي أطلع لها الإمبيدنج، تمام. بعد ما أختار البيست وورد بدي أختار لها الإمبيدنج. نيجي للخطوة الأولى، كيف بدي أطلع البيست وورد؟ هاي انا عندي هذه لونها يعني اكثر واحده، فبالتالي ان هي الموست بروبابل انه يبقى البريدكشن انا عندي انه ذا، فبالتالي بحطها زي هيك، فبختار البيست وورد. هل هختار هي بس؟ لا، في الديكود لا. فايش بدي اسوي؟ بدي اختار السكند بيست. هاي سيلكت ذا سكند بيست. ايش السكند بيست؟ اللي بتيجي وراها بعديها السكور اللي بعديها مباشره، تمام. مش دائما انا عندي هنا في الاوتبوت مش السوفت ماكس دائما انا بختار اعلى واحده وبخليها هي واحد والباقي كله اصفار، لا. انا ايش بدي اسوي؟ بدي اختار اعلى واحده واختار ثاني واحده اعلى، يعني انه ثاني اعلى واحده وثالث اعلى واحده. ممكن انه هي تكون انه probable translations او ترجمات محتمله. فبالتالي انه ذا هيها لونها غامق، معنى ذلك انه الويت تبعها عالي او السكور تبعها عالي. كات لا، ذس برضه هيها موجوده، تمام. وايش بروح بعمل كمان؟ سيلكت ثيرد بيست وورد اللي هو انا عندي يعني الاغمق منهم هدول اللي هي ذيس، فبالتالي انا في عندي ثلاث كلمات محتمله. بعدين ايش بدي اسوي؟ بدي اعمل اضمن الامبيدنج لهدول الكلمات. نرجع مره ثانيه هنا الخطوات، هي رقم واحد واثنين، رقم واحد سيلكت ووردز، رقم اثنين
بجيب الامبيدنج. سيلكت وورست زي ما حكينا ايش بختار، بختار البيست والسكند والثيرد بيست. تمام، طيب جبنا الامبيدنج، بعدين ايش بدي اسوي؟ بدي استخدم السيلكتد ووردز هدول عشان اجيب النكست بريدكشنز، ايش ممكن يجي بعديهم. ذا ممكن ايش يجي بعديها؟ ممكن يجي بعديها كات باستخدام الوورد امبيدنج زي ما انتم شايفين بهذا الشكل. تمام، فبجيب لهم كلهم، فبالتالي سيلكت نكست بيست كونتينيويشن. فذا ممكن تيجي كات كاتس. تمام، this تيجي للكات بس، تيجيش للكاتس لأنه مفرد. و this ليش بتيجي؟ بس للجمع للكاتس هيا. تمام، وبستمر في هذا الحال، بجيب الامبيدنج لل next prediction اللي أنا عملته، بجيب الامبيدنج وبروح بجيب البريدكشن اللي وراه لغاية لما أصل لمرحلة زي هيك اللي هو جراف. هذا جراف اوكي. في الجراف انا بيكون في عندي تاج هنا لبدايه الجمله، وبضلني اعمل بريدكشن 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 لغايه لما وين اوصل لنهايه الجمله. فعندي في نهايه هنا في هذا المسار، في عندي نهايه هنا 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 وهنا. زي ما انتم شايفين انا في عندي مسارات يعني مختلفه. في البيم سيرش هذا مر علينا سابقا، ايش بدي اسوي؟ بدي اختار البيست باث او البيست ترانسليشن. فالبيست ترانسليشن زي ما انتم شايفين انه هي زي هيك، هذه الترجمه سلسله الترجمات انا عندي زي هيك لغايه لما وصلت لنهايه الجمله هنا، هذه افضل مسار انا عندي. تمام، وفي عندي برضه مسار ثاني انه هي محطوط بالبولد، انه ممكن برضه احط كلمه اضافيه ونهايه الجمله انا عندي زي هيك. تمام، فبالتالي في البيم سيرش ايش بدي اعمل؟ بدي اعمل نورمالايز للسكور باي لينث. هذه الشغله كثير مهمه برضو حترجع مر علينا اليوم، لانه زي ما انتم شايفين هنا انا عندي الجمله اللي انا ترجمتها اطوالها مختلفه. فلو ما عملتش نورماليزيشن هذا بيؤدي يعني لخلل في اختيار ايش البيست سكور، لانه السكور بيتغير لانه بتعتبر انه جمله فيها 3 كلمات بس. سكورها راح يختلف تماما عن جملة فيها 7 كلمات. لو انا ما عملتش نورماليزيشن، ايش النورماليزيشن؟ انه انا اقسم على عدد الكلمات. لو ما عملتش نورماليزيشن معنى ذلك انه راح يصير انه كل واحدة في رينج مختلف، وحيأثر في اختياري ايش البيست ترانسليشن. ممكن تكون السبعة افضل من الثلاثة او العكس صحيح. بالنورماليزيشن بيكون اختياري سليم. تمام، هذه اول شغلة. الشغلة الثانية نو ريكومباينيشن، هذا كلام مر علينا سابقا. برجع بذكركم انه احنا حكينا عن الديكودينج هنا بالستاتستيكال ماشين ترانسليشن. تمام، وزي ما شفنا هنا انه احنا بدنا نطلع البيست ترانسليشن، نفس الفكره بس هنا انه بناء على معلومات احصائيه. تمام، وحكينا انه الجراف هذه انه حجمها كبير، فممكن انا اعمل ريكومباينيشن انه انا ادمج مسارات مع بعض. لكن هنا في النيورال انه ما بقدر اني اسوي هذا الكلام، هذا الفرق الاساسي بيناتهم. تمام، طبعا هنا اوتبوت وورد بريدكشن يعني معطي لي مثال، يعني على سبيل المثال انه البيست ترانسليشن بات، ايش ممكن يكون البدائل لبات في الترجمات؟ ممكن يكون هاويفر، وكل واحدة زي ما انتم شايفين لها سكور. هذه 2 يعني البيست انه 42، هاويفر 25، اي 20، يت. تمام، وهكذا. هذا السكور تبع الديكود اللي هو بيكون طالع من النود هذه مع الامبيدنج تبعها، انه هذه بيست ترانسليشن او لا. صحيح، هذا بيخلي ايش؟ لا لا، هذا اول حاجه انه هذا الاوتبوت تبع النيورال نتورك. تمام، اجيت هذا الاوتبوت تبع النيورال نتورك
تمام. ايش بروح بعمل؟ بعمل انه انا بستخدم الاوتبوت هذا، بدخله كانبوت للنيورال نتورك مره ثانيه، وعشان اعمل بريدكت للنكست، مش هي ريكرنت، انه بدخل الاوتبوت الواي برجع بدخلها مره ثانيه في الاكس، مش هيك الريكرنسي؟ تمام. و فزي ما انت شايفه انه هنا انا عندي الكات، هاي الكلمه الثانيه، انه هي صارت اعلى وحده، تمام، وهكذا. نعم صحيح صحيح، كل كلمة من البيست انه بمررهم للفة الثانية عشان اشوف ايش البيست بريدكشن، مش البيست بريدكشن واحدة، الفيرست بيست والسكند بيست، زي هيك بروح بطلع عندي جراف، تمام. الجراف هذا بروح بحسب انه ايش افضل ترانسليشن، من يعني انه الكومباينيشن تبع السكورز تبعتهم كلهم. هنا في عندي سكور، هنا في عندي سكور للكات، هنا في عندي سكور اللي بعد الكلمة اللي بعديها اللي هي هنا أعتقد اللي هي أوف أعتقد، تمام، وهكذا. فبالتالي بروح بعمل إنه يعني أجريجيت للسكور هذا، وبروح بعمله نورماليزيشن حسب اللينث. خليني أقفز هنا شوية، هنا انه بدنا يعني بدنا نحكي على موضوع الانسمبلينج. الانسمبلينج انه انا بجمع عدة موديلز مع بعض، حنحكي ايش تفاصيلهم هدول الموديلز. فجيت هنا انا في عندي الموديل واحد، موديل اثنين، ثلاثة، أربعة، كل واحد في له سكور، تمام. فبروح باخذ الافريج موديل، معنى ذلك انه انا بعد بدل ما اعتمد في القرار انه كات، انه الاوتبوت كات ولا مش كات، تمام، انه انا بحكيش انه على سلسله بريدكشنز، انا بحكي على بريدكشن الواحده. البريدكشن الواحده هنا، نرجع هنا، انا بحكي على هذه الذس، لما انا نعملها بريدكشن مش بده يكون في عندي موديل واحد، بده يكون في عندي اربع خمس موديلز، تمام، وبروح بعملهم انسمبلينج مع بعض، وبروح باخذ الافريج. عشان انه اذا بتلاحظي هنا انه هدول اغلبهم انه يعني بيقولوا انه الاوتبوت هو ذا ما عدا الموديل 3 بحكي انه كات. فبالتالي لما يكون في عندي انسمبل، لو كان في موديل انه صار في راندوم ايرور، وهذه الشغله انه هي وارده فعلا، انه هي بالضبط الايرورز هذه راندوم بتكون، فبالتالي انه الموديل واحد واثنين واربعة بتصحح هذه الشغلة. فأنا بس ورجيتك هاي الرسمة عشان إنه أنت تتخيلي كيف إنه كل واحدة في إلها سكور، وبعملهم كومباينيشن مع بعض، وبحسب الفاينل سكور تبع الديكودينج. أوكي؟ كمان مرة. بعبر عن كل الكلمات الأولى. هذه ايش يعني طلع اول شيء 10 كلمات؟ صحيح. ايش يعني اللي ضايب؟ مين هم اللي ضايبين؟ احنا حناخذ الذا لحال، ايش راح نعمل؟ تمام، راح ندخلها انه هي، مش احنا هي البريدكشن، حتصير هي الانبوت، صح؟ بعدين ايش حسوي؟ حقول انه ايش البيست ثلاثة، انه لما يكون الانبوت ده ايش البيست ثلاثة اوتبوت. طلع انا عندي كات وكاتس،
ايش يعني من مين؟ يعني كاتس مثلا مش موجود في الكلمات هذول. اللي هم هدول، ايش هم اللي هدول؟ انا مش عارف يعني انتوا بتستخدموا هدول، يعني مين هم؟ مدرس مثلا اول فيكتور كان نتفق ان كل صدر من الفيكتور اتباع لفيكتور، طيب مدرس بالنسبه لنا طيب هو من بدايه الفيكتور من اول ما يتكلم هذا قديم هدول هذا ايش؟ هدول قائمة بكل الكلمات، كلهم، كل الفوكابلري. مش أنا حكيت الفوكابلري، إذا كان عندي 5000. صحيح، تمام، صحيح. انه انا اخذت الذا، انه انا دخلتها هيها على النيورال نتورك، فبدخل هنا الذا، تمام، وبشوف ايش الاوتبوت هنا، انه من ال 5000 هدول انه مين اكثر 3 ضاويين، وتحط هذه هي. بس انه يعني هو لو حطوا هنا في السلايد انه هنا نقط 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 نقط، يعني كان انه انتم تخيلتوا الموضوع انه هذا، انه هذا الفي. لا 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 لا، هذا الفي الفوكابلري. اوكي، طيب هنا بس انه يعني معطي لي مثال، انه مثلا انه مش احنا حكينا انه البيست والسكند بيست والثيرد بيست، هيو جايب لي اياها في امثله، انه لما يكون انا عندي البيست بات، فالالترناتيفز او البدائل انا عندي هاويفر، وهي النسبه تبعتها اي، هاي النسبه تبعتها، وهكذا. تمام، خلصنا موضوع الديكودينج، عرفنا كيف بيصير ديكودينج في النيورال نتورك، استوعبنا كيف. أجيت رح نيجي ناخذ طريقة أعقد في الديكودينج، أعقد شوي. إنه أنا بدي أستخدم انسمبل. انسمبل يعني إن أنا بدي أعمل أجريجيشن لمالتيبل موديلز، مش سنجل موديل. فالانسمبلينج إنه أنا بدي أعمل ترين لمالتيبل موديلز. ركزوا معي، لقيت المودلز هدول المختلفة، من وين بدي أجيبهم؟ في عندي طريقتين، وفي طرق كثيرة غيرهم كثير. إيش الطريقة الأولى؟ إنه نفس النيورال نتورك تبعتي بعملها ترين، بس كل مرة إنه الراندوم انيشاليزيشن بيكون مختلف. الراندوم ويت بيكون أنا عندي مختلف، فبالتالي أنا بطلع أنا عندي مثلا موديل 1 2 3 4 بهذا الشكل. تمام. الطريقة الثانية هو نفس الموديل، بعمل له تريننج، ولكن انه انا ما اخد دمب من الموديل في اتريشنز مختلفة. صحيح، حاجات انتو مش اخدتوا مش اخدتوا انه انتم كيف ممكن انه تعملوا يعني سيف للموديل، بدل كيف تعملوا سيف للموديل، انه بتعملوا سيف للويتس، صح؟ واذا كان في انا عندي مثلا على سبيل المثال انه يعني ايبوكس كتيرة، مثلا 100 ايبوك او 50 ايبوك، مش احنا بنقول انه بعمل سيف لكل 10، عشان لما اذا صار في عندي كراش، إذا صار في عندي كراش، بدل ما أعيد ال 50 من الأول مثلا، يعني صار في عندي كراش عند ال 30، بروح بعمل لود لآخر موديل أنا صار فيه كراش، وبروح بكمل الباقي. بالضبط، فبروح أنا باخذ مثلا على سبيل المثال إنه الدمبس للويتس تبعت الموديل في iteration سابقة، مثلا أنا عندي 10 iteration، باخد 7 و8 و9 و10 مثلا، و هيو سيف اند لود. هذه بتنشئ لي موديل،
تمام، هاي الموديل كيف؟ تمام، بتسميها التشيك بوينتس. عادة أنا بستدعيها في الكول باكس. تمام، مرت عليكم الايرلي ستوب؟ طيب الايرلي ستوب معنى ذلك انه لو مثلا اخر 10 ايتريشنز ما كانش في تغيير او صار في تغيير للأسوأ، وقف، ما تخليش الوضع أسوأ من هيك. تمام، فجيت انا بروح بعرف كول باك، تمام، اللي هو الموديل تشيك بوينت، بروح بدي له المسار وبقول له سيف ويتس اونلي ترو. تمام، والفيربوس بتساوي واحد، واحد وزيرو هذه انه هنا يظهر لي ايش بيسوي قاعد، زيرو لا تظهر ليش، بديش اشوف تفاصيل. لا هذيك الايرلي ستوب، بس انا بحكي هنا في انه انا بدي اعمل سيف للويتس اللي هي في الكول باكس. تمام، اللي هو الميدل تشيك بوينت، بنسميها تشيك بوينتس. وين بستدعيها؟ في الفيت، في الموديل دوت فيت، عارفين الموديل دوت فيت. تمام، ايش بدي له؟ بدي له التريننج الاكس والواي وعدد الايبوكس والفاليديشن داتا والكول باك اللي هو اللي انا عرفته هيو هنا بهذا الشكل. تمام، فحلاحظ انه هيو بعد الايبوك الاولى سيف موديل انه هيو ترين اندر سكور واحد سي بي تشيك بوينت دوت سي كي بي تي تشيك بوينت. تمام، بعدين هنا راح حفظ كل ايبوك، راح حفظ زي هيك. فانا ممكن انا اخذ اخر ثلاثه، تمام، انه انا اعدل في الكود واروح انه انا اعمل تسميه للموديل تشيك بوينت انه يعمل لي اياه رينيم، مثلا هذه واحد، هذه اثنين، هذه ثلاثه، واخذ اخر ثلاثه وهدول انا بعتبرهم التشيك بوينت المودلز تبعتي. تمام، هاجيت هنا شو بدي يعمل؟ بدي يعمل لود للموديل. فبالتالي ايش بسوي؟ انه هذا هو بروح بحفظ لي اياه في تشيك بوينت دايركتوري، وهي المحتويات تبعته. لما بدي اعمل لود لموديل، بس مجرد انه انا بختار او بعمل يعني كول لهذه الفانكشن لود ويتس، وبدي له المجرد هو لحاله بتصرف فيه، يعني انه هو بيعرف ايش يحمل وايش ايش الملفات اللي هو بده يتعامل معها. تمام، هي السيف فريكوانسي، هذه هنا اعطى تفاصيل اكثر، انه السيف فريكوانسي انه 5 ضرب الباتش سايز. تمام، فهنا انا عندي هاي التشيك بوينت 0005 0010 0015، فصار في عندي تفصيل انه مش كل ايبوك، كل باتش جوا الايبوك بيعمل التشيك بوينت. اوكي، تمام، يبقى هذه خلص واضحة صارت بالنسبة لنا، وهذه واضحة صارت بالنسبة لنا. ايش بيطلع عندي؟ بيطلع عندي انه يعني هذا الديكود مع السنجل موديل بيرجع بذكرني فيه كيف انه بيكون في عندي هدول الاوتبوت النيورون، انه يفترض انه يكون اختار افضل ثلاثة مثلا. هنا ايش بده يكون في عندي؟ الاوتبوت تبع ثلاث اربع موديلز مع بعض. ايش بروح بسوي؟ بروح بعمل الافرج للسكور تبعهم، انه هذه عبارة عن مجموع هدول الارقام تقسيم عددهم اربعة، فبالتالي 54 و52 و12 و29 بقسمهم على اربعة بطلع 0.37. زي ما حكينا انه الادفانتج تبعت الشغلة هذه انه لما يكون في عندي ان سامبل، عادة انه يعني الكلام هذا مذكور وين؟ surprisingly reliable method in machine learning، مش بس في الماشين ترانسليشن، في اي ماشين ليرنينج موديل، سواء كان كمبيوتر فيجن، سواء كان ستراكتشرد ار ان ان سي ان ان. لما انا استخدم الانسمبل اكيد النتائج يعني بشكل مدهش بتكون انه ادائها بتفوق على السنجل موديل. ليش؟ لانه زي ما حكينا انه انا في عندي هنا حاجه اسمها راندوم ايرورز ممكن تصير في الموديل الواحد، فبالتالي بدل ما انه الموديل هذا انه سقط
في تصنيف او في بريدكت لكلمة معينة، لا المودلز الثانية بتشيل الموضوع، بتصحح الخطأ هذا. تمام. اوكي. طيب يبقى هذه طريقة تانية في الديكودينج متقدمة شوية، انه انا ايش استخدم؟ استخدم عدة مودلز. الطريقة الثالثة انه ايش اسوي؟ اعمل ري رانكينج. انتوا بتعرفوا انه الار ان ال ممكن اعمل فيد للوردز من اليسار، من اليسار لليمين ومن اليمين لليسار. تمام؟ هذا من اليسار لليمين، انه ده بدخلها فيد عشان اعمل بريدكت للكات، والكات بدخلها عشان اعمل ذس از، وهكذا. وفي انا عندي العكس، انه انا بعمل جنريت لهدول الكلمات من اليمين لليسار بهذا الشكل. طبعا ما كيف؟ لا لا، من اليسار لليمين، انه انا باخذ صياغة الكلمة عادي، انه ذا ايش بيجي بعديها؟ كات. تمام. اما في الرايت تو ليفت بعطي له اخر كلمة، بقول له انه ايش الكلمة اللي قبلها بالضبط، هذا ايش اللي بيجي قبلها يعني. تمام. وكأنه يعني انه انا لما اخذ التو دايركشنز، انه انا بطلع انه على كلمة معينة ايش قبلها وايش بعدها بالضبط. وهذه الشغلة موجودة في الالاستي ام، انه انا بحدد انه هذه انه باي دايركشن ولا الاستي ام عادية. باي ديفولت انه بتكون ليفت تو رايت، اما اذا بدي اياها باي دايركشنال بتكون باي الاستي ام. وهذا الكلام وين بتشوفوه؟ في التكست كلاسيفيكيشن. هذا ايميجز. هذه على استيام عادية، بس لا هاي باي دايركشنال. تمام. فبالتالي هنا لما يعرف لاير انه هذا باي دايركشنال لاير، وانه ايش نوع على استيام، ممكن يكون جي ار يو. اوكي. طبعا انتم ما تلخبطوش انه والله لا الليفت ورايت والرايت ليفت، عشان انه والله بعض اللغات انا عندي بالعرب بتبدا من اليمين لليسار زي العبريه والعربيه، لا ملوش علاقه. تمام. الفكره في الموضوع انه زي ما حكيت، انه الكلمه اللي قبلها واللي بعدها، انه لما اشوفهم بالاتجاهين. طيب كيف بدي اعمل ري رانكينج؟ يبقى هاي في عندي تو موديلز، واحد ليفت رايت والثاني right to left. فبعمل train للبوث L to R و R to L، هدول كل واحد بشكل منفصل. بعدين ايش بسوي؟ بعمل score لل sentences باستخدام البوث، اللي هو right left to right وال right to left. تمام. مع ال translation بعمل score لكل جملة. بعدين كيف بدي اطلع الجمله النهائيه؟ ايش بروح بعمل؟ هاي الخطوات: generate and best list with L to R model. ايش البيست ليست؟ زي ما شفنا قبل، بطلع افضل ثلاثه. الافضل ثلاثه هدول ايش بروح بطلع؟ انه next prediction لهم، وهكذا لما يطلع عندي جراف بروح بحسب البيست جراف. تمام. فهذه الان بيست ليست. هاجيت الانبست ليست، الجمله هذه اللي طلعت معايا ايش بروح بعملها؟ بعملها سكور كمان مره باستخدام الموديل الثاني اللي هو الار تو ال. والسكور هذا هو بيكون عباره عن ايش؟ عباره عن الافريج. مش هي بيكون لها سكور اصلا جبناه من الليفت تو رايت؟ بروح بجيب السكور تبع الرايت تو ليفت وبقسمه على اثنين، بجمعهم الاثنين وبقسمه على اثنين، بطلع انا عندي الفاينل سكور. فبالتالي الفاينل سكور راح يختلف، فبالتالي بروح بختار الترانسليشن بناء على البيست افريج سكور اللي انا جبته.
اوكي تمام، هيك بنكون خلصنا موضوع الديكودينج في النيورال ماشين ترانسليشن. يبقى ملخص الموضوع: ديكودينج انه اختيار البيست ترانسليشن، اختيار البيست ترانسليشن في السنجل موديل بروح بختار البيست ترانسليشنز ومنها بجيب النكست بيست ترانسليشنز وهكذا، بطلع عندي جراف بعمل كالكوليت لايش افضل مسار انا عندي. وفي انا عندي طريقة الانسمبل انه انا بستخدم عدة موديلز وبروح بعمل افريج للسكور تبعهم. وفي عندي طريقة الري رانك، بستخدم الليفت والرايت وبعدين بعمل ري رانك بالرايت والليفت، بس خلاص واضح؟ ترجمة